مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مديرية شهداء ذي قار توزع وجبة جديدة من مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين ذوي الشهداء من أبناء ذي قار. وفد مديرية شهداء صلاح الدين يزور الجرحى من أبناء الضلوعية في مستشفى بلد العام. بحضور رسمي وشعبي كبير، مديرية شهداء كربلاء المقدسة توزع مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين ذوي الشهداء في المحافظة. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع، لدى استقباله عددا من أعضاء مجلس النواب، نائب رئيس مؤسسة الشهداء يؤكد حرص المؤسسة على التواصل مع السلطة التشريعية خدمة لقضية الشهيد والشهادة. أكد نائب رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد حرص المؤسسة على التواصل مع السلطة التشريعية خدمة لقضية مؤسسة الشهداء قضية الشهيد والشهادة. نائب رئيس المؤسسة ولدى استقباله عددا من أعضاء مجلس النواب من ذوي الشهداء، قال إن وجود ذوي الشهداء أعضاء في البرلمان يعطي المؤسسة زخما إضافيا عبر مواقف الدعم التي يوفرها هؤلاء النواب للمؤسسة، سواء عبر المساهمة في إقرار قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء أو بمتابعة ذوي الشهداء في المحافظات التي يمثلونها. يأتي زيارة السادة أعضاء مجلس النواب العراقي السيد عبد الإله النالي والسيد ناظم السعدي وعبد الأمير الجعفري إلى مؤسسة الشهداء والاجتماع بهم من أجل تبادل وجهات النظر حول موضوع مؤسسة الشهداء باعتبارهم اللي هو أيضا من ذوي الشهداء ومن المتابعين لمؤسسة الشهداء والمواكبين لمؤسسة الشهداء منذ تأسيسها لحد الآن، وهذا ما يحتاج منهم بذل الجهد في داخل مجلس النواب لتشريع القوانين الخاصة قانون مؤسسة الشهداء المعطل منذ العام الماضي. فكان هناك تباحث بهذا الخصوص، إن شاء الله نأمل من زيارتهم خيرا. أيضا كان هناك اطلاع على عمل المؤسسة ووضع المؤسسة والإنجازات التي قدمتها المؤسسة وخطة المؤسسة المستقبلية من أجل التعاون داخل البرلمان وخارج البرلمان حتى نقدم الخدمات التي ترضي ذوي الشهداء إن شاء الله، وتحصل وتستطيع الحصول على جزء من حقوق ذوي الشهداء التي اغتصبت منهم خلال الفترة الماضية وزمن النظام البائد. طبعا هناك ملفات كثيرة تم التباحث بخصوصها، وكان الأخوة النواب متفاعلين مع هذا الموضوع، أبدوا الاستعداد الكامل من أجل متابعتها داخل قبة البرلمان وكذلك خارج قبة البرلمان باعتبار قسم منهم ممثلين لمحافظة العمارة ميسان وقسم من عندهم لمحافظة الديوانية، وهذا أيضا باعتبار هناك أعداد كبيرة من ذوي الشهداء في هاتين المحافظتين، وإن شاء الله نأمل من الزيارة خيرا. نائب رئيس مؤسسة الشهداء يهنئ وزير البلديات بمناسبة تسنمه مهام منصبه ويشيد بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع المؤسسة. أشاد نائب رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد بالتعاون الذي تبديه وزارة البلديات مع مؤسسة الشهداء. نائب رئيس المؤسسة ولدى زيارته وزير البلديات عبد الكريم الأنصاري للتهنئة بمناسبة تسنمه مهام منصبه، قال أن المؤسسة تلتقي مع وزارة البلديات في أكثر من ملف أهمها قطاع الأراضي المخصصة إلى ذوي الشهداء، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر من قبل الوزارة في قطاع الأراضي التي خصصت إلى ذوي الشهداء في السنوات السابقة. تأتي زيارتنا إلى معالي وزير البلديات الأستاذ عبد الكريم الأنصاري بمناسبة تسنمه مهامه في وزارة البلديات، جئنا لنبارك له هذا المنصب الجديد
باعتبار أنه وزارة البلديات من الوزارات المهمة والتي تشترك مع مؤسسة الشهداء في ملفات عديدة، منها قطاع الأراضي ومنها البناء لذوي الشهداء وملفات كثيرة أخرى. تباحثنا مع معالي الوزير وأبدأ استعدادي لأن تقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الشهداء بتشكيل لجنة لمراجعة موضوع قطع الأراضي التي أعطيت إلى ذوي الشهداء في أماكن بعيدة، وموضوع إنشاء المجمعات السكنية إلى ذوي الشهداء بالتعاون بين مؤسسة الشهداء ووزارة البلديات. نعمل إن شاء الله في المستقبل تشكيل هذه اللجنة والتي ستباشر عملها إن شاء الله لحل الإشكالات والمشكلات التي تعاني منها عوائل الشهداء. من جانبه أكد وزير البلديات عبد الكريم الأنصاري عزم الوزارة تخصيص قطع الأراضي المناسبة في جميع المحافظات وشمولها بالخدمات لغرض توزيعها بين ذوي الشهداء وفاء لدماء الشهداء. طبعا احنا نقدم شكرنا واحترامنا وتقديرنا لمؤسسة الشهداء بقيام وفدها الممثل بنائب رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ كاظم عويد والوفد المرافق له، وحملون تحيات الأخوة، وهذا لطف وشكر من عندهم أيضا. وبالمقابل نعتقد أن الركيزة الأساسية لبناء العراق الجديد كان هو بسبب دماء الشهداء اللي سالت في تلك الحقبة المظلمة في ذلك التاريخ المظلم للشعب العراقي اللي كان حاكمة النظام الصدامي الجائر. وإن شاء الله احنا نكون يد واحدة لدعم عوائل الشهداء وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللي ممكن تقوم بها وزارة البلديات اللي تعني أيضا بتخصيص قطع الأراضي لعوائل الشهداء، وسنبذل قصارى جهدنا بهذا الاتجاه وإن شاء الله نتعاون سوية لحل المشاكل. لجنة الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء توزع كميات من مادة الحليب المجفف بين العائلات النازحة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالتعاون مع مستشارية المصالحة الوطنية. وزعت لجنة الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء وجبة من مادة الحليب المجفف بين العائلات النازحة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. رئيس لجنة الحشد الشعبي في المؤسسة محمد حردان قال إن تنفيذ هذه الفعالية تم بالتعاون مع مستشارية المصالحة الوطنية وبالتنسيق مع العتبة العلوية المقدسة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تضاف إلى سلسلة مبادرات مؤسسة الشهداء في هذا الاتجاه تلبية لنداء الواجب الوطني والإنساني ودعما للعائلات النازحة. بالتعاون مع مستشارية المصالحة الوطنية دكتور عامر خزاعي ومؤسسة شهداء الحشد الشعبي، نحن اليوم هنا في محافظة كربلاء ومحافظة النجف الأشرف الحشد الشعبي لمساعدة العوائل النازحة من خلال تجهيز باندة الحليب للأطفال النازحين في تلك المحافظات. الحمد لله والشكر أنجزنا صباحا زيارة العوائل النازحة في محافظة النجف الأشرف وتم زيارتهم وتجهيزهم بمادة الحليب، ونحن اليوم في صدد نفس الموضوع تجهيز هذه المادة إلى العتبة الحسينية المقدسة من هذه المادة. الجهود تتضافر هذه الجهود من أجل خدمة الوطن وخدمة المواطنين الذين نزحوا جراء الأعمال الإرهابية. نحن الآن من ضمن هذه التوجيهات الأمانة العامة على الوزارات كافة بدعم العوائل النازحة والقوات المسلحة من خلال الحشد الشعبي لهذه العوائل. الحمد لله والشكر نحن اليوم أنجزنا هذه المهمة السادسة تقريبا لمؤسسة الشهداء في تقديم الدعم والعون لهذه العوائل، وإن شاء الله في الأيام القادمة سنبذل جهود حثيثة لدعم القوات المسلحة، الحشد الشعبي، العوائل النازحة في كافة المحافظات. بإشراف مؤسسة الشهداء وبتعاون مع مستشارية المصالحة الوطنية ولجنة الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء تقوم بإيصال المساعدات للنازحين من أبناء شعبنا العراقي في إلى محافظة النجف وبواقع 6000
سلة غذائية للنازحين في محافظة النجف وكذلك في محافظة كربلاء. تأتي هذه الجهود التضامنية من قبل لجنة مستشارية المصالحة الوطنية ومؤسسة الشهداء دعما للنازحين من أبناء شعبنا العراقي، وتعاون هذه المؤسسات لخدمة هؤلاء وتعويضهم عن ما عانوه من إرهاب داعش والمنظمات التكفيرية التي تحاول النيل من العراق. بالتأكيد أن موضوع إغاثة النازحين هو موضوع عراقي، هم كل العراقيين مؤسسات وشعبا وحكومة، ولهذا نجد أن اتحد الجهد العام في إغاثة النازحين، الجهد الشعبي في منظمات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية، بالإضافة إلى ذلك المؤسسات الرسمية الحكومية، ولعل مؤسسة الشهداء هي واحدة من هذه المؤسسات التي كانت مبادرة في هذا المجال، حيث قدمت مجموعة من الإعانات على مدى الفترة السابقة التي كان فيها النزوح إلى مدينة النجف الأشرف وإلى بقية المدن العراقية وخاصة المحافظات الجنوبية، ولعل الزخم الأكبر هو في مدينة النجف الأشرف وفي مدينة كربلاء المقدسة. مؤسسة الشهداء معروفة بدعمها وتواصلها مع العديد من المؤسسات والمنظمات الأخرى في مجال الخدمة الإنسانية، وهي اليوم تتواصل مع العتبة العلوية المقدسة التي تستضيف 78 ألف نازح من شمال العراق منذ منتصف الشهر السادس وإلى يومنا هذا، حيث تقوم برعايتهم وتأمين كل المتطلبات اللازمة والاحتياجات التي يحتاجها النازح. أهلا بكم من جديد. تواصلا مع جهود مؤسسة الشهداء في توفير السكن الملائم لذوي الشهداء، وزعت مديرية شهداء ذي قار مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية لوجبة جديدة من ذوي الشهداء من أبناء المحافظة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. انطلاقا من حرص مديرية شهداء ذي قار على الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الشهداء من أبناء المحافظة عبر توفير السكن اللائق لهم، وزعت المديرية بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين عدد من ذوي الشهداء في ذي قار. من مبدأ إنصاف عوائل الشهداء بدأنا بتوزيع المنحة العقارية البالغة 44 مستفيد، بدل وحدة سكنية 44 مستفيد، ومنحة عقارية حوالي 150 عائلة. الآن هناك لجان خاصة بالدائرة بدأت بتنظيم ملفات العوائل المستفيدة، والآن إن شاء الله ستنجز خلال هذا الأسبوع كل الملفات. نحن بانتظار المصادقة على الموازنة لتوزيع أغلب عوائل الشهداء بالمحافظة، حيث هذه العوائل قد تأخرت من العام الماضي لحد الآن بسبب تأخر الموازنة العامة للبلاد. طبعا لدينا كذلك نشاطات أخرى فيما يخص المنح الخاصة بالإعانات الاجتماعية ومنح خاصة بالطلبة وكذلك خاصة بالزواج، وبدأنا بتوزيع كذلك المنح الخاصة بالمرضى من عوائل الشهداء. ذوي الشهداء الذين تسلموا مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية عبروا عن شكرهم وامتنانهم للرعاية التي توليها إياهم مؤسسة الشهداء، مشيدين بالجهود التي بذلتها مديرية شهداء ذي قار كي ينالوا حقوقهم وامتيازاتهم التي نص عليها قانون مؤسسة الشهداء. اليوم نرى المؤسسة تقوم بإدخال السرور على قلوب عوائل الشهداء، وإن كان هذا شيء بسيط لعوائل الشهداء، هذه المنحة قد أستطيع أن أقول أنه لا تساوي أنملة من أنامل أو قطرة دم من قطرات دم الشهيد، ولكن لعله أن يكون تنهض بواقعها المعيشي، واقعها السكني، الواقع الاجتماعي. فهناك اليوم باسمي وباسم عوائل الشهداء نشكر المؤسسة
والقائمين على هذه المؤسسة، ولا سيما أخص بالذكر مدير المؤسسة سيد عبد الحسين، جزاه الله خير الجزاء بما قام به من أجل سعادة عوائل الشهداء ومساعدة هذه العوائل، وبذل كل هذه الطاقات من أجل أن يحقق الحق ويحقق السعادة ويحقق الأمنية ويحقق تخفيف ولو شيء بسيط من هموم عوائل الشهداء. فأنا أقدم جزيل الشكر لكل الكادر القائم على هذه المؤسسة وجزاكم الله خير الجزاء. ويأتي توزيع بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين ذوي الشهداء في ذي قار عرفانا من العراق الجديد لدماء الشهداء، وتعويضا لذوي الشهداء عن معاناتهم في حقبة الدكتاتورية المقيتة. زين رشدش خائن ومتهم بحزب الدعوه العميل. شو مسوي؟ المحكمه حكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت. لا يما شو مسوي الرجل؟ مصادره اموال المنقوله وغير المنقوله. يلا قدامي انتوا ابن شبره قدامي. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم ارد ابشرك بشاره. قول يما. هسه كنت مؤسسه الشهداء وسمنا طالع بالقرعة مال منحة مال بيت. يا الله. وهاي الأوراق كلها بيدي، وإن شاء الله باكر نستلم. إن شاء الله. يما صبرك وتعبك ما راح بلاش. مؤسسة الشهداء وين ما إحنا هي ويانا. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء من ضحايا البعث البائد. في إطار الدعم الذي تقدمه مؤسسة الشهداء إلى المقاتلين الأبطال في مواجهة عصابات داعش الإرهابية، زار وفد مديرية شهداء صلاح الدين الجرحى من أبناء مدينة الضلوعية الراقدين في مستشفى بلد العام الذين تعرضوا إلى إصابات وهم يتصدون إلى هجمات داعش ومن يتحالف معها. الضلوعية، هذه المدينة الصغيرة التي ضربت أروع أمثلة الصمود في مواجهة حصار عصابات داعش الإرهابية، دفعت من دماء أبنائها الكثير ثمنا لهذا الصمود، لكن الضلوعية لم تترك لوحدها، إذ سرعان ما تحرك أبطال الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لفك الحصار عنها وإلحاق الهزيمة بقوى الإرهاب والضلالة. مدينة بلد المحاذية للضلوعية كان لأبنائها موقف آخر، إذ عمدوا إلى نقل الجرحى إلى مستشفى بلد العام لغرض العلاج، وكجزء من الدعم الذي تقدمه مؤسسة الشهداء إلى ضحايا الإرهاب، زار وفد مديرية شهداء صلاح الدين الجرحى من أبناء الضلوعية للوقوف على أحوالهم وتقديم الدعم المعنوي لهم. اليوم تم تفقد المرضى من أهالي مدينة الضلوعية من عشيرة جبور الأبطال الذين دافعوا عن أرضهم وعرضهم وشرفهم ضد الهجمة البربرية الشرسة لمنظمة أو لداعش لمجرمي داعش الذين عاثوا في الأرض فسادا. حقيقة موقف أهالي الضلوعية، موقف عشيرة جبور بالذات، كان مشرفا وكان موقف عظيم جدا في الدفاع عن مدينة الضلوعية. أبوا إلا أن يكونوا سدا منيعا أمام هذه الهجمة. اليوم كل أهالي بلد وبالذات مؤسسة الشهداء والمؤسسات الحكومية الأخرى تقف إلى جنب الجرحى، تقف إلى جنب كافة أهالي الضلوعية من أهالي الجبور وتواسي جرحاهم وتواسيهم لما هناك من ترابط كبير بين هذه المدينتين المتجاورتين منذ زمن بعيد.
وعلى صغر حجم مستشفى بلد العام ومحدودية التخصصات الطبية فيه، بادر العاملون في المستشفى إلى تقديم الخدمات العلاجية اللازمة إلى جرح العمليات الإرهابية من أبناء مدينة الضلوعية، فيما قام الأطباء بإرسال بعض الحالات إلى مستشفيات أخرى لعدم توفر بعض التخصصات الدقيقة في المستشفى. استقبلت مستشفانا مستشفى بلد العام يوم أمس صباحا جرحى الحادث الإرهابي لمدينة الضلوعية، وبالذات على عشيرة الجبور حصرا. استقبلنا أعداد كبيرة، أكثر من 100 جريح وما يقارب 20 شهيد. المستشفى بكادرها الطبي بأطبائها بالممرضين بجميع المنتسبين في استنفار تام كان يوم أمس، وأيضا طلبنا المساعدة من وزارة الصحة بإرسال سيارة إسعاف، ومن مستشفى سامرة كذلك أجريت العديد من العمليات لهؤلاء الجرحى، والبعض منهم نقلوا إلى مستشفيات بغداد أولا للزخم الكبير اللي حصل، بالإضافة إلى عدم وجود بعض التخصصات الطبية في مستشفانا مثل جراحة الصدر والجملة العصبية، فنقلنا أكثر من 30 جريح إلى مستشفيات بغداد. حاليا الموقف مسيطر عليه لجميع الجرحى. من يوم شرفت مستشفى بلد بزيارة وفد من مؤسسة الشهداء في محافظة صلاح الدين إلى الجرحى الذين أصيبوا في الحادث الإرهابي في ناحية الضلوعية. طبعا الزيارة كانت مسألة إنسانية، مواساة للجرحى ولذوي الشهداء أيضا، لأن العدو واحد والتهديد والخطر اللي يواجه الجميع بلد وضلوعية وتهديد واحد. أبناء مدينة الضلوعية الذين احتضنهم إخوتهم من أبناء مدينة بلد أكدوا عمق العلاقة التي تربط بين المدينتين، مشيدين بمواقف أبناء بلد في إسعاف الجرحى وتقديم العون إلى سائر أهالي الضلوعية. إحنا نتشرف بهذا الموقف وبالعلاقة الطيبة اللي تربط أهالي الضلوعية خاصة جبور في بلد، فهم أهلنا وسندنا يعني حقيقة. والله عمي ما يقصرون، جزاهم الله ألف خير وزينين يعني، مو شوية وشان يعني، ما يعوف المريض ولا ثانية، كل مريض ويا مرافق له وما يعني ما يفارقه ولا دقيقة. وتمثل زيارة المسؤولين في مديرية شهداء صلاح الدين إلى الجرحى من أبناء الضلوعية صورة من صور التلاحم بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة الإرهابيين والغرباء. أقامت مديرية شهداء كربلاء المقدسة احتفالا كبيرا وزعت فيه مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين عدد من ذوي الشهداء في المحافظة تقديرا لتضحياتهم ووفاء لدماء الشهداء. المزيد في هذا التقرير. في إطار جهودها الرامية إلى توفير السكن المناسب لذوي الشهداء، احتفلت مديرية شهداء كربلاء المقدسة بتوزيع وجبة جديدة من بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين 100 عائلة من عائلات الشهداء، تعويضا عن الحيف الذي طال ذوي الشهداء في حقبة حكم نظام البعث البائد. مدير مديرية شهداء كربلاء المقدسة أحمد عبد الواحد الطيار وعلى هامش الاحتفالية أكد سعي المديرية جاد إلى تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بذوي الشهداء إلى مستوى يليق بتضحياتهم عبر تنفيذ المشاريع المختلفة التي تخدم هذه الشريحة المضحية. قمنا بهذه الاحتفالية لتوزيع منح البدل المالي ومنح العقارية لعوائل الشهداء لمئة مستفيد حدود 4 مليارات، وهذه جزء من استحقاقات ذوي الشهداء، وإحنا إن شاء الله ماضين قدما لاستكمال كل مستحقات ذوي الشهداء. المؤسسة جادة في إعطاء كل ذي حق حقه،
وتوجد إن شاء الله مشاريع مستقبلية وبناية منها بناية مديرية الشهداء لأربع طوابق حدود 3000 متر مربع إن شاء الله شارفت على الإنجاز الكامل يعني خلال 3 شهور القادمة. وهناك موافقات خاصة لاستحصال منتدى ثقافي بحدود 3074 متر في كربلاء المقدسة، وكذلك استحصلنا موافقة أولية لبناء الدور التشغيلية لموظفي مديرية شهداء كربلاء المقدسة، وكذلك استحصلنا موافقة أولية على إنشاء مكتب للهندية بحدود 700 متر، بالإضافة إلى بناء طابقين إضافية للمنتدى الثقافي. الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة التي حرصت على المشاركة في الاحتفالية أكد مسؤولون فيها حرصهم على التعاون مع مديرية شهداء كربلاء المقدسة، مشيرين إلى أن كل ما يقدم إلى ذوي الشهداء لا يعدل قطرة من دماء الشهداء التي كانت السبب المبشر فيما يعيشه العراقيون من أجواء الحرية والديمقراطية. هذا شيء يسير مثل ما تفضل الأخوان، هناك المزيد والمزيد لدماء الشهداء، يا من ضحوا يا من فانوا على أنفسهم وضحوا إلى أهلنا وناسنا ومحافظة كربلاء وكل مناطق العراق. نتمنى أن تكون بقدر الدماء التي زالت، ولا يمكن أن تكون بقدر الدماء التي زالت. لولا هم لما كنا في هذا المكان، لولا هم لما كنا نتنعم بالديمقراطية والحرية لكان النظام البعثي جاثم على صدورنا. هذه الدماء الزاكية لها الحق ولها الحق بالوفاء، وهذا شيء يسير نقدمه ولن نتأخر. هناك المزيد والمزيد إن شاء الله، ويكون العطاء لهم ولعوائلهم ولذويهم ولأبنائهم وللمستقبل. هناك رمز تذكاري، هناك نصب تذكارية تكون على قطعة خصصت. نتمنى أن نسعى خلال توفير الموازنة إن شاء الله في بناء هذا النصب، نتذكر كل خميس، نتذكر الدماء، نتذكر الأشخاص. هناك متحف يجب أن القصص يجب أن تكون هناك التراث والضحايا كيف ضحوا بدمائهم، وإن شاء الله سوف يكون المزيد والمزيد لشهدائنا الكرام. وإذ توزع مديرية شهداء كربلاء المقدسة مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية بين ذوي الشهداء من أبناء المحافظة، فإنما لتؤكد حرصها على أن ينال ذوي الشهداء جميع الحقوق والامتيازات التي كفلها لهم قانون المؤسسة. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.